وبما اننا يعني مع هذه الجمعيه المعنيه جدا بتطوير السياحه وسعيده على حظنا في عدد من السائحين الحمد لله متوافدين على الكنيسه وعلى ماذا بكلمونا عن يعني الافكار، ما هي الافكار لهذا التطوير او الافكار الحديثه؟ يعني أول شيء من جديد أهلا وسهلا فيكم في مادبا، نرحب فيكم. برنامجنا بيت للكل، طبعا شرف لنا وجودكم معنا والتعاون الموجود بين فلسطين ومصر والأردن والعراق، كنا مع بعض مبسوطين جدا وجودنا هون معكم. هذا شو قلنا؟ تسويق مدينة مادبا سياحيا، وهذا هدفنا. مشاريعنا كثيرة، مطالباتنا كثيرة، لكن الحمد لله إحنا بعد الكوفيد، بعد الكورونا، هاي الفترة العصيبة اللي مرت على كل الدول العربية والعالم أجمع، الأردن اللي قاعد بتعافى شوي شوي من قطاع السياح خاصة، زي ما لاحظتوا عندنا وجود مجموعات سياحية خاصة من أمريكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بهاي الأيام عندنا زخم كمان من الاتحاد الأوروبي بشكل عام. ومشاريعنا لقدام إحنا إن شاء الله نستمر بتسويق مدينتنا وجلب أكبر عدد من السواح وإطالة إقامة الزائر عندنا في مادبا. مادبا القطاع الخاص هو الأساس بشكل عام، في تعاون مشترك بيننا وبين وزارة السياحة والحكومة بشكل خاص. طبعا مطالبنا كثيرة، نطلب دائما زيادة مشان نحقق أقل ما فيها اللي بدنا إياه من هذا القطاع إن شاء الله.